راح كده. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اروح فين؟ ما تروحش، تعال هنا. ازيك يا حسن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مقور خيار، هنحشي خيار. ايه هتعملوا ايه، سلطه ولا كده يعني؟ اعمل ايه دلوقتي عشان نبص على استاذ مجدي؟ بلاش خفافه. لا حد ابوك بلاش خفافه. انت مقور ابتدي اشتغل، مالكش دعوه. طب يعني بص بص هقول لك على حاجه. النهارده حسن حسونه يا جماعه عامل لنا حاجات جميله جدا، وتنفع فعلا انها كده واحنا قاعدين قدام التلفزيون نلقس فيها. نلقس نلقس. ايه اللغه دي؟ هقول لك نلقس يعني ايه. دي لغه ايه دي؟ يعني مثلا ايه لما تجيب طبق فيه حاجات كده وانت قاعد قدام التلفزيون تلقس فيها. ولا تلقط. تلقس. ولا اللقط فيها. يعني ايه اللقس دي؟ اول مره اسمعها. لغه ايه دي؟ حسن هيعمل لنا بطاطس محشوه. طيب يا حضرتك قولي محشوه باللحمه المفرومه. احنا عملنا ايه؟ انت واقفه عماله تعملي كده. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي يا حضرتك؟ دي شوربه بطاطس. احنا عملنا ايه ليه بقى؟ ايوه بعد ما قورنا يا جماعه البطاطس كده. ايوه قورناها كده زي الكوسه او زي البدنجان. بناخد الحشو اللي جوه نحطه هنا في الطبق ده ونستفيد بيه نعمل بيه شوربه بطاطس. الله يبارك لك. الله يوفقك يا رب. بسرعه جدا. عليكم السلام. طب وانا افضل اعمل كده بس؟ هنتبل لحضرتك الحشو بتاع اللحمه المفرومه. هقول لكم المقادير يا جماعه بتاعت بطاطس محشوه باللحمه المفرومه. بطاطس متقوره، لحمه مفرومه معصجه، سنيبر، صلصه، جبنه موتزاريلا، بشاميل خفيف، كريمه لباني، ملح، فلفل اسود، زعتر. نقول كمان بطاطس متقوره، لحمه مفرومه معصجه، سنيبر، صلصه. هم كتبوها غلط. اللحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، بشاميل خفيف، كريمه لباني، ملح وفلفل اسود وزعتر. طنط هاله. نعم يا روحي. هم كتبوا غلط. طيب بلاش. هو احنا مش المفروض اللحمه معصجه، المفروض لحمه هنعصجها. هنعصجها. اللحمه المعصجه دي هنعمل بها الرز. حاضر. اللي هو الرز بالبسله. تمام. احنا حضرتك بشرنا البصلايه وحطينا البهارات بتاعتنا. وشويه الزعتر الجمال اللي احنا متعودين عليهم. تمام. وقلبناها كلها كده في بعض. ايوه. وده بقى حضرتك. السنيبر طبعا غالي جدا، هو اصولها ان احنا نحط سنيبر. بس ما فيه. طبعا هو عشان غالي جدا احنا ممكن مثلا ناخد شويه عين جمل. يا شيخ. والعين جمل يعني تيستو حلو. ومن الحاجات برضو اللي فيها الاوميجا 3 وفيها وناخد شويه فستق صغيرين. الله الله. وبرضو معجنهم في بعض. بالشكل ده. ونبدا نحشي البطاطس بتاعتنا اللي احنا قورناها وغليناها غلوه صغيره وعصرنا عليها شويه ليمون عشان ما تسودش قوي. فاحنا نجيب البايركس بتاعنا اهو. احنا عاملين شويه بشاميل خفيف من غير بيض من غير اي حاجه. يعني البشاميل الخفيف ده دقيق ونحط عليه لبن. دقيق ولبن وملح وشويه شوربه صغيرين او ملح وخلاص على كده. طيب بص حضرتك اهو شويه شوربه صغيرين او شويه ميه سخنه. حطينا كده. تمام. لحظه سقوط البشاميل بالظبط كده. ونبدا معانا دعاء تليفون. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مدام هاني؟ ازيك يا دعاء؟ الحمد لله رب العالمين. بس معلش انا كنت عندي مشكله وعايزه اعرضها على حضرتك. اتفضلي يا فندم تحت امرك. انا كنت متجوزه واحد صيني من حوالي من فتره طويله يعني. صيني؟ بس هو من حوالي 6 سنين سابني وسافر، ومن ساعتها ما اعرفش عنه اي حاجه. فحاولت اتطلق منه من خلال السفاره الصينيه، فالسفاره رفضت انها تطلقني. فروحت وزاره العدل اللي هي المفروض كتبت عقد الجواز، برضه هناك رفضوا يساعدوني. فانا قالوا لي لان انا طبعا عقد الجواز بتاعي العصمه في ايدي انا. فانا رحت المأذون شرعي، برضه المأذون الشرعي قال لي ان كده هيتحمل عليا مسؤوليه لو انا ايه كتبت لك عقد طلاق، المفروض ترفع قضيه خلع وتروحي المحامي. فانا رحت المحامي، المحامي قال لي لا انا ما اقدرش اطلقك، لان المفروض حتى لو انا رفعت لك قضيه خلع فانا عايز اتعبها تقريبا 3 او 4000 جنيه حق رفع القضيه. فانا بصراحه انا عايشه مع والدتي والله، وعايشين على معاش التضامن الاجتماعي مع والدتي. فانا والله العظيم انا ما انا مش عارفه اعمل ايه. انا كل اللي حلت صرفته عليه،
والله العظيم يا مدام هلا ربنا هو اللي يعلم. فانا كل اللي بطلبه من حضرتك حد يساعدني ان انا اتطلق من البني ادم دوت ومعاش او اي شغل اصرف منه عليا وعلى الطفل اللي معايا. انت مخلفه كمان منه؟ اه معايا بنوته صغيره. ربنا يخليها لك. وطالعه شبهه؟ ايه طالعه شبهه يعني البنت طالعه شبهه؟ اه. فانا دلوقتي مش عارفه والله يا مدام هلا اعمل ايه. فيا ريت حضرتك تساعديني باي طريقه والنبي. لا مش عارفه اقول لك ايه يعني. حتى الجواز الصيني بيبقوا مضروبين. بس ماشي حاضر هنشوف الموضوع ده ان شاء الله. انا استشير فيه الاستاذ اشرف. حاضر يا حبيبتي حاضر. ان شاء الله ربنا يعينك ويعيننا على ان احنا نحل لك المشكله دي. بس انت ايه اللي خلاك تروحي تتجوزي واحد الله زي بعض النصيب عشان البنت تيجي؟ طيب بتضحك على ايه؟ خليك في حالك شويه. خليك في حالك. دي مقاسي. مقاسي والله مقاسي. مقاسي كام؟ مقاسي كام؟ مش مقدر حجم لا والله مش كده. اصل انت عمال تقولي حتى الجواز الصيني طلع مضروبين. هو في حاجه الصيني طلعت كويسه؟ ما كلها مضروبه. طيب ما انا بقول حتى الجواز طلع مضروبه اهو. والله ما اقصدش. مع ان ميد ان تشاينا ده حاجات بتبقى حلوه والله ساعات. لا بس هي الفوانيس وكده. لكن الازواج لا بيطلعوا. الازواج ده طيب هنعمل ايه؟ والله ما اعرفش يعني أنا مش عارف. طيب هنعمل تاني يا جماعه برضو النهارده ان شاء الله. هنعمل رز باللحمه المفرومه وقلب سله. اوعى وشك. رز لحمه مفرومه معصجه بسله. مش اي حاجه عادي جدا. قول لي. اقول لك حاضر. سيد يا ابو محمد. لا من هنا ورايح محدش يقول له يا سيد. مفيش سيد. نقول له يا ابو محمد. حط ده في الفرن يا ابو محمد. ثواني يا عم ثواني. اوه انت هتقعد تعمل لنا حركات بقى. انت حتى يا جبنه موتزاريلا. ايه؟ ايوه يا باشا. ثواني 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 يا خالتي. متفضفضه؟ يعني يعني وبتعيب على الواحد يلقس وتقولي مفرفصه مفروله؟ ايه اللي بيقوله استاذ مجدي ده؟ اقعد ساكت. انا ساكت ما تنبرش. انا اتكلمت وفتحت بقي. ده المخرج. ازيك يا استاذ مجدي؟ عامل ايه؟ سلم لي على الحاج كتير. الحاج كمان عشان ما يزعلش. اهو كفايه كده. حط يا استاذه. حط ما تخافيش يا استاذه. معانا مين يا فندم؟ معانا الاستاذ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هالة؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ والله انا بقالي سنتين اتنين ابني مريض ومش عارف في علاجه خالص وبعد شهر ونص الحمد لله اكتشفنا اللي عنده عيب خلقي في القلب. بعد الشر عليه. اتفضل. فالمشكله اللي الدكاتره كلهم خايفين من العمليه وبعدين الشريان الثلاثي مش موجود خالص في القلب. فانا بناشد رئيس الجمهوريه بناشد وزير الدفاع صبحي صدقي يدخل ابني كل مستشفى القوات المسلحه. بناشد الناس كلها. ابني بيموت كل يوم يا مدام هاله. وانا مش قادر اعمل حاجه بصراحه. احنا تعبنا وصرفنا كل اللي بقالنا كتير والله العظيم يا مدام هاله. انا بتمنى رئيس الجمهوريه يشوف حاله ابني وزير الدفاع وزير الصحه وبشكرك يا مدام هاله على وقفك يا الله يا رب العالمين. حاضر ربنا يقدرنا يا رب ونعمل لك كل اللي فيه الخير لابنك. حاضر يا جماعه عايزين نتواصل مع حد يشوف المشكله دي لان الضرر غالي يا جماعه. طيب انت بتعصج لحمه؟ عصج لحمه لله. احنا قدامنا خمس دقايق. هتعمل الشوربه ولا حتى ها؟ لا انا ايه ده؟ طب قولي بتتعمل ازاي؟ مش هقول لك. مش انت يعني قلبتيني في الحلقه؟ انا قلبتك فين؟ قلبتك فين؟ انت واستاذ مجدي متفقين عليا تاخد 20 جي. عايز ايه؟ صحيح. وبقى الخيار ده هتعمل فيه ايه؟ المقور ده. خدي قوري. قوري. اتفضل. انت داخل تحدي وانت مش قدي. انا اقدر؟ انت حبيبي. بس الشوربه دي بتتعمل ازاي؟ هات مامتك. حاضر. هات مامتك. حلفتني بغاليه. اه. بص يا استاذ احنا بناخد البطاطس المعصجه القلب بتاع الحشو وناخد يا نهار ابيض. كنت بقطع فلفل حامي.
معلش معلش كمل كمل. لساني باظ اللي بشتغل بيه يا جماعه. ايوه حبيبي. بص يا استاذ حطيت شويه لبن. احنا دي كريمه لباني على لبن. ناخد بالشكل ده كده اهو. ونحطها على النار ونبدا نهرسها تاني. طبعا احنا ما بنحطش بنحطش دقيق عشان الدقيق ايه مع البطاطس. البطاطس هو دقيق بتطلع يعني نشا. فاحنا بناخدها مع بصلايه مفرومه صغيره كده مقليه وبعدين ننزل عليها بالكلام ده ونبدا نتبلها. تطلع معاكي شوربه بطاطس تحفه لو انت عندك شويه اي بيوم بقى بيوم فراخ بيوم اي حاجه شوربه يعني. عندي ايه شوربه بتتكلم عربي يا عم. شوربه انت في ايه؟ بحاول اقلدك البيوم. بحاول اقلدها يا استاذ مجدي. ايه البيوم دي؟ شويه فراخ او شويه لحمه مش فاهمه يعني. شوربه شوربه يا استاذ مجدي. شوربه شوربه مرقه يعني. مرقه يا ساتر. والله يا استاذ مجدي انا بحاول اقلد الاستاذه بس مش عارف. ده التعليم انت على فكره برضو. والله العظيم يا استاذ مجدي الخيارايه او حلقه الخيار اللي انا اكلتها دي متقطع بيها اصلا فلفل حامي. وبص الفلفل الحامي ايه صعب قوي فبعد عنك. حاسه ان بقي بقى قد بقى اسماعيل ياسين. والله اتنفخت. ماشي ما لا يعني والله بيضحك بخباسه. طب ما كان يقول لي يعني انا مديت ايدي مثلا على العظيم مقصر. وحيات ام الغاليه مقصر. لا خلاص ما دام حلف بالحاجه خلاص يا الله العظيم يعني. اصدق مصدقك يا كذاب. ماشي الله يسامحك. لا لا ما ربنا يسامحني طبعا سمح. الحمد لله رب العالمين. اللي انا يلا مش عايز اتكلم دلوقتي. طب تعالي قلبيني. عيني يا باشا عيني يا باشا. عم نوفل شويه والنبي. عم نوفل عم نوفل ده حبيب. عم نوفل مش مهندس. مش معقول. معانا تليفون الاستاذه منى. الو يا عم انت بتحط فلفل حامي كتير قوي بيت الزفت. الو يا منى. منى راحت. يا منى. الو منى. يا منى. منى وقعت يا جماعه. طيب اهو قلبنا اللحمه المعصجه مع البسله مع شويه فلفل حامي. هو ما حطش شويه ده هو حط بلا بلا عشان لا لا ده مش هيتلقس بقى قدام التلفزيون. انت هتلقس في البطاطس ليه؟ مش محتاجه بقى طبق والمعلقه وتظرف. لا البطاطسايه كده وبلا على طول وانت قاعد كده في النواشف يعني. بس هو كمان حط لها بشاميل. لا لازم تتاكل برضه على الترابيزه. ما ينفعش ما ينفعش التلقيس ده. بص بالنبي والنبي والنبي بص اللي بيعمله. الله يسترك الله يوفقك بسرعه. مش حلقات خيار. اتفضل هتعمل ايه بقى؟ ايه اللي تعمل ايه يعني؟ يعني تاكلي كده تغرفي العيال تدلقي كده. طب انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه بقى. يا استاذ مجدي. استاذ مجدي بعد اذنك يا استاذ مجدي كده جيب الكاميرا عليا عشان هفتش سر قالته لي النهارده. بعد اذنك عشان هي استاذه هاله النهارده قالت لي على اعلى اعلى طريقه للمحشي محشي الكرنب. قالوا لها بالفتحه ناكل محشي كرنب. فالاستاذه لسه ايه في ايه؟ قالت لي هعمل حل قد كده وبعدين ياكلوها في 10 دقائق واقعد اربع ساعات اعملها. قمت جايبه الكرنب رص في الصينيه وحط الطبقه الثانيه زي البشاميل وحط طبقه من فوق حطهم على البيزوليت شويه رميتهم اطلع قطع خلاص. والله العظيم يا زي قلت وراقعد اعمل حل الكرنب قد كده في اربع ساعات وهم با 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 تخلص في ربع ساعه. طب ما انا هخترع طريقه جديده. بس بعد عنك على اللي حصل في دلدقه بقى على الهدوم لان الحته ما بتتمسكش. يعني انا قطعت الكرنب قال يعني زي الجلاش. جلاش مين؟ والله العظيم يلا يا استاذ صب هنا صيني برضو يا استاذ. بس لف الورق العنب ولف الكرنب. والله جربتها يا استاذ. لا ما مش عارف مش هقول ماليش دعوه. بص يا استاذ بص يا استاذ مجدي الرز ايه؟ بص يا استاذ مجدي الرز ما رز يعني ايه الافتكاسه اللي انا عايزك تدوقيه بس.
عايزك تدوقي. نعم دوقي. طبعا ثقه فظيعه. دوقي انت اصلا ما بتاكليش الشطه. يعني انت انا ما باكلش الشطه؟ لا باكل شطه طبعا. طب خدي دوقي. بس انت مش حطيت شطه، ده انت بقى حطيت. دوقي بقى تحدي بقى دوقي. طبعا نقيت الحاجه اللي ما فيهاش شطه. عادي عادي مولع نار مولع نار. عايز اقول لك ده بص حسن ما بيعملش حاجه ما بيعملش في صهد بعيد عنك طبعا. ميه ميه حسن ما بيعملش حاجه وحشه يا جماعه والله، انما انا بلعبه كده. طب وانا هاكل الرز ولا اكل حلقات الخيار؟ اللي عامل رجيم ياكل حلقات الخيار، اللي مش عامل ياكل يزرف الرز.